11 عاما مرت وهي مهجورة بعد أن تعرضت للخراب والدمار على يد الإرهاب. تلك هي مدرسة الأمجاد الواقعة شمالي بابل التي دمرها إرهابي داعش في محاولة منهم لثني أطفال العراق عن مواصلة مسيرتهم العلمية، إلا أنهم لم يفلحوا. قيادة عمليات الفرات الأوسط وبالتعاون مع الجيش العراقي أعادت ترميم المدرسة وافتتاحها أمام الطلاب. هذه حقيقة يعني نقطة إضافية تضاف إلى الجيش لمهامهم اللي يقومون بها في حماية مناطق شمال بابل اللي عانت من الإرهاب، وتحسب لهم بأنه اليوم يشاركون إخوانهم وفرحة أهالي هذه المنطقة اللي عانوا على مدى سنوات السابقة، أنه يذهبون أطفالهم مسافة أكثر من 5 كيلوات حتى يدرسون في مدارس أقرب مدرسة لهم. الجيش ويا المواطنين ويا المنطقة. الجيش مو مثل قبل من بداية، الجيش اليوم يعتبر انه واحد من العائلة. يعني حقيقة احنا من نشوف الجيش نرتاح نفسيا، لانه نشوف المنطقة مؤمنة، نشوف احنا مأمنين مرتاحين. المواطنون اثنوا على ما قام به الجيش العراقي، مؤكدين ان افتتاح هذه المدرسة ينهي معاناة الطلاب وذويهم. المدرسة مسدودة من 2009، مسدودة المدرسة بسبب الأعمال الإرهابية، وقام الجيش العراقي بتوجيه من رئيس أركان الجيش المحترم ترميم المدرسة، والطريق كان تعبان، هم سواس بويس ثبلة. فبهاي المناسبة احنا نشكرهم والله يوفقهم إن شاء الله لخدمة العراق. نشكرهم على افتتاح هذه المدرسة، مدرسة الأمجاد الذي كانت مغلقة من 2009، واليوم أبنائنا فرحانين بهاي المناسبة الجميلة، ونشكر السادة الحضور جميعا. يعني وبحسب أهالي شمالي بابل، فإن الجيش العراقي الباسل يطلع بمهام عديدة، فبعد محاربة الإرهاب وطرده ها هو يعيد بناء ما دمر، وأهمها المدارس، وهي مبادرة تستحق كل الثناء والتقدير.